اليوم شو سي شويح يقول لك باللي الرئيس خرج ويتكلم على اللاعبين، حسبي الله ونعم الوكيل. اللي قال له باللي خرجت وهدرت على اللاعبين يجي قابل. انا مانيش مريض باش نخرج ونتهم اللاعبين، ومع اضعف الايمان ما عندي حتى دليل ملموس ولا قال لاعب فلاني ولا فلاني. سبحان الله، انا كرارا ومرارا كنت نقول باللي اللاعبين هذو وقفوا مع الفريق وطلعوا، ما طلعنا احنا الفريق هذا ما لقيناش كما نقولوا احنا من يد من ذهب. احنا الفريق هذا طلعنا به من لاماتور ناسيونال دي بروفيسيونيل ناسيونال ان، تعبنا واليوم قدر الله ما شاء فعل. بالك ما خدمناش مليح، بالك ما غلطنا في امور بزاف، بصح النيه تاعنا تجاه الفريق هذا دائما وابدا كانت حسنه.